فيش حدا بده ساعات زيادة؟ نحن بنبيع من 6 ل 7 ل 8 ل 16 ساعة. أنا أول شارية. شو رأيك لو أنا أحكي لك بدي أعطيكي 7 ساعات زيادة؟ عندي السكاي دايف. كريزي ثينجز يعني ادفنتشرز كامبينج. أعمل مقالب مع أصحابي. شوبينج أكيد. موفيز. الشخص بالسنة بقضي حوالي 16 ساعة بمحطات البنزين. أنت بتخيل؟ 16 ساعة في السنة؟ مستحيل. You wanna know how I sell time? I am all ears. تفضل معي. بقدم لكم مجموعة سيارات شيفروليه الجديدة اللي تعتبر من أحسن السيارات بتوفير البنزين ضمن فئتها، وهي بتساعدكم لتقضوا وقت أقل بمحطات البنزين. ما شاء الله. While you save fuel, you're saving money. هذا الشيء الأهم. إذا أنا وفرت وقت، وفرت بيزات. خلاص. نعم من الله. الحمد لله يا رب. خشبك خشبك خشبك.